والله باهي باهي باهي، كويس كويس. سمعت خبر حصري اليوم، بيقولوا إقالة الصحفي المرموق الكبير المغربي عبد الصمد ناصر، وقال لك القطريين زعلوا منه وقالوا له روح للمغرب. وانا بنقول القطريين دول اذا كان بيتكم من الزجاج اكثر من الناس بالحجار، من انتم؟ من انتم؟ هل نسيتوا انفسكم؟ هذا المغرب، والمغرب الشريف، مغرب كبير كبير كبير، المغرب كبير طبعا طبعا، كبير بتاريخه برجاله بمستقبله بمساحته. من انتم؟ لإخواني العرب، إن قطر سوف تدفع الثمن غاليا. ثورة ثورة.